سفرة بترحب بسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة عندنا فخدة ضاني بالأعشاب مع سمنة كريستال البيضة. هنشوف مقاديرنا الأول وبعدين نشوف المخرج بتاعنا اللي نام في بيتهم بقاله أسبوع وجاء النهاردة يتريق علينا ومفيش حد مالي عينه على الصبح. ماشي نشوف الأول. ماشي نكمل. فاخدة داني وبصل وتوم وكرفس وكرات وبطاطس وطماطم فلفل حار بهارات زعتر وروزماري وملح وفلفل سمنة كريستال البيضة. حقيقي النهاردة يوم جميل عشان مخرجنا الجميل أول يوم اشتغل معانا في رمضان وجاي نكت ريشه علينا، بس أنا ما بعتقش حد هو عارف اللي هيحصل له دلوقتي واحنا شايلين على الهوا. هو عارف. انا بدوره بس على سكينه حاميه كده. الفخده بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. عايز بقى ايه؟ اشتغل واتدلع واعمل حاجات حلوه. بعمل كده 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 اهو. زي كده ما انت شايف يا باشا اهي. عايز اشيل دي اشيلها يا ست ليلى. الو صباح الخير يا ليلى. انا اسمي كنزي. ازاي حضرتك يا ست ليلى؟ كنزي. انا اسمي كنزي. كنزي معلش. صباح الخير عليك يا فندم. انا اسف حقك عليا، اصل انا صايم النهارده. نعم. وكنت معاك يا كنزي سامعك. اتفضلي يا ست كنزي. انا كنت عايزه اسال على الكب كيك. الكب كيك حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ نعم. حاجه تانية روحي. طب انا عايز بس اقول لك على حاجه. اتفضلي يا فندم. اتصلت بيك من كام يوم كده. اتصلت بيك من كام يوم. اتصلت بيها من كام يوم. وبعدين قلت لك على البيتزا ما عملتهاش. على البيتزا؟ ده البيت. هو في حد باكل بيتزا في رمضان يا بنتي؟ ولا كان قبل رمضان؟ لو قبل رمضان احنا كل يوم بنعمل حلقه خاصه. بنعمل بنجهز كل البيتزا بنطلعها اخر الحلقه. لكن اقول لك عليها دلوقتي عشان ما ازعلش نفسك. يا ست ليلى. ايوه يا استاذ شربين. صباح الخير عليك يا ست ليلى. صباح الفل. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. الله اكرم يا ست الكل. اتفضلي يا فندم. سلام العلاء والنبي ربي يا رب. يوصل تحت امرك يا فندم. اي سؤال اتفضلي. سؤال لحضرتك ايه؟ معلش والنبي يا استاذ شربين. الله ينور عليك في المحشي بتاع امبارح. الله يبارك. انا ليا طلب. اتفضلي يا فندم. ممكن حضرتك تقول لي بالعيار يعني كام رز وكام خضره وكام كده، بس بعد ما اقفل واحده واحده والنبي. والله بس هو حضرتك على حسب الكميه اللي عندك، فانا ما اقدرش اقول لك. المحشي ده ما تعمل بالبركه على طول، لا بكميه ولا بمقادير، على حسب المقادير اللي عندك بتعمل ايه. لكن هو في المتوسط نص كيلو رز، ربع كيلو طماطم فريش، معلقه طماطم بوريه، ملح وفلفل شبت وبقدونس وبصل، وبعد كده بحط معاه شويه قرفه ناعمه. فهو سهل جدا يعني، ما فيهوش اي مشاكل خالص حسب الرغبه كده. هنا ست اسراء. سلام عليكم. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا ست اسراء؟ عامل ايه؟ انا كويس يا بابا. انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اؤمريني يا قمر. لو سمحت عاوز اعرف طريقه بلح الشاي. حاضر. على عيني على عيني على عيني.
اشكرك. طيب كده هو الرباط تحت عندنا يا عم جمال ولا هنا؟ هي عامة مش مشكلة، هي مربوطة لوحديها. يا ست أسماء. ألو معلش، عايز أسأل على حاجة. اتفضلي يا فندم. عايز أسأل على طريقة الفتة. فتة؟ مفيش دوبارة عندك يا إبراهيم؟ حاضر يا فندم، حاجة تانية؟ بشكر حضرتك على اتصالك. كده هنا ملح وفلفل. كده عندك حلو. هاته ست جانا. يا صباح الخير ست جانا. يا صباح الهنا. صباح الفل على احلى شيف شربيني. صباح الهنا على عيون حضرتك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ورمضان كريم على كل الاسره الحلوه بتاعت البروجرام، على الكرو اللي عندك، على المشاهدين، على كل الاصحاب. صباح الفل على عيون حضرتك يا ست الكل. لا بس يا شيف، شو هالحلقه هيدا؟ طقم جديد بقى، دخلنا الاحمر بالابيض، وانا عايزه فانوس من الفوانيس هيدا اللي قدامك. ده واحد صاحبك بيتريق عليه على الصبح، جاي يقول لي مش عارف ايه مدرك ايه، وهو طبعا من اول رمضان بيفطر في بيتهم وقعد منعنع في التكييف، وجاي يتنك عليا الصبح النهارده يقول لي ايه اللي انت لابسه ده، ايه يا راجل انت عامله ده، كلمني فهمني. لا لا حلو التغيير، حلو التغيير. انت شو ما لبست بتنور يا شيف. الله يكبر بخاطرك ويخليك ليا يا ست الكل. صباح الهنا على عيون حضرتك. صباح الخير. صباح الخير. نهارك ابيض على كل الاصحاب وعلى نهارك ابيض يا ست الكل. صباح الهنا على عيون حضرتك. كده اهو مش ده بعض، مالكش دعوه انت، بس اطلع منها انت، اطلع منها انت بس. وهي تعمر كده هنا، يا بخت منظره خفف. هو عامة مش هتفك ولا حاجة، بس هو ايه بتبقى زي عادة وعادات وتقاليد ان احنا نربط الفخد. ادي بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى الصدمة اللي هتشوفها دلوقتي؟ مش هتشوفها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. امال ايه ده فخدة روق بتاع جمل يعني؟ عايزة ايه يعني انت؟ عايزة ايه؟ الكبير يا عم، احنا لازم الكبير يصغر لك. طيب كده هنا يا جماعة، لازم الصدمة بتاعتي الجميلة دي يا ست أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست أسماء. لو سمحت انا عايزه اذاك فيك، كل سنه وانت طيب الاول. وانت طيبه. انا عايزه اعرف بس ريت الكبسه باللحمه. كبسه باللحمه وايه تاني؟ وعايزه اعرف حشو، طريقه حشو حمام. وايه تاني؟ بس كان كل سنه وانت طيب. وانت طيبه على عيني. حاضر يا ست الكل. يا ست حبيبه. الو حبيبه ازيك؟ كويسه كويسه. صباح الهنا على عيونك يا حبيبه. كيكه بالبرتقال. كيكه بالبرتقال على عيني يا روحي. حاضر يلا هات الكبسه والحمام والنبي يا مدام هدى. والله اسخني معايا شويه عشان اليوم يعدي، مش انت المخرج. واحد كفايه يا بابا مش اتنين. كده هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني. والله المحطة ولا تروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل، وهنا عملنا ايه؟ ادي صينيه اللي هندخلها الفرن. طجنت البطاطس بتاعتي مع الكرفس مع الجزر مع كل حاجه عندي هنا اهو، واديت لها ملح وفلفل. ونشوف بقى هنعمل ايه عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه حلوه. بنعمل حاجه حلوه. الاستاذ محمد الحلواني طبعا كل سنه وانتم طيبين، كان معزوم عندهم في المنيا في رمضان طبعا زي ما انتم عارفين. فقالوا له بقى انت شغال مع الشربيني وشغال مع نجلاء وشغال مع فلان وعلان، ورينا مواهبك بقى. مش شيخ بس يعني يقول كفايه اللي عملته في البيت،
فقال لهم هعمل لكم كنافة بالفراولة. الناس ما كذبوش خبر وقالوا رمضان كريم والراجل جاي يعني هين نفسه من مصر لغاية هنا عشان يعمل ابتكار جديد. وربنا كرمه وراح جاب الفراولة وجاب الكنافة وعمل كل حاجة. لكن للأسف الشديد قال لي الناس كانت الفراولة وسابت الكنافة. طب ليه يا عمي؟ قال لي الفراولة كانت في النص كانت متدارية، لكن من فوق ومن تحت باظ، اللي في النص دايما كان مش منشاف، والناس بدأوا ياخدوا حبة فراولة يجملوني بيها ويعني كده يعني. فمش كفاية ان هو يبوظ هنا في البيت الكنافة وعملوا له بوستر، هناك بقى عملوا له ايه بقى؟ أو الدورز. ماشي ماشي. طيب كده اهو حطينا ملح وفلفل وكل التوابل اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بجرشها بس جرش كده اهو، حبه هنا كده، وبعد كده نشيل دي. يا ست ملك. الو. ايوه يا ملك، ازاي؟ ازيك يا ست؟ صباح الخير عليك يا ملك. صباح النور. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اموريني يا حبيبه قلبي. كنت عاوز اسال على السمبوسه بالجبنه. اه على عيني. حاجه تانية يا ملك؟ لا شكرا. بشكرك يا حبيبتي. كده هنا ادي شويه التوابل بتاعتي اهو. ليلي صباح الخير يا شيخ شيرين. صباح الخير يا ست ليلي. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا فندم، تحت امر سعادتك، اتفضلي. بخير يا رب. وانت بخير يا فندم، اتفضلي. انا جالي هديه بط بريوني اللي هي الواحده اكتر من 5 كيلو. جالك هديه ايه يا فندم؟ بط بريوني اللي هو الواحده اكتر من 5 كيلو. اللهم صل على النبي. الف انا شايفه زي ما انا بعمل الديك الدكه الفخده دي. ايوه اعملي زيها، احسن طريقه عندك. اقطع صدرها كده؟ لا ما تقطعيش صدرها بقى، معلش احنا دي ده موضوع وده موضوع، انا عايزها تبقى سليمه. ايوه. نلمحها بالطماطم ونحمرها. ايوه. ونعملها زي ما انا بعمل كده بالظبط بالحرف الواحد. ايوه. ونروح فاتحين الفرن كده اهو. يعني ما نسلقهاش؟ والله عايزه تسلقيها برضو وتحمريها ماشي. يعني نحمرها الاول ونسلقها. مع البوكيجر ده بعد ما تسلق ثلاث ارباع سوا ندخلها الفرن. كتر الف خيرك. خدامك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. كده يا باشا اهو طيب. يلا نشيل بقى كل الليله من هنا. ودي فخده طبعا معموله بضمير، تحيه لاخونا الجميل اللي لسه ايه مشرفنا. بعد كده عندي كفتة بالشعرية، روق مكاني. حبيبي يا سيدنا محمد، طيب نشوف مقاديرنا. طاجن كفتة أو شعرية بالكفتة. عندي شعرية كفتة لحمة مفرومة يعني، بصل، عندي زبدة، ثوم، طماطم، ملح، فلفل، أعشاب. كل ما عندي أديها ما يهمنيش حاجة، كل ما عندي أديها وما يهمنيش حاجة. كده هنحط الأول طاسة على النار اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشعرية بتاعتي
كده حبه زبده حلوين. ادي الشعريه اهي، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي مع حضراتكم مع الكفته اللي بسم الله الرحمن الرحيم. عندي لحمه مفرومه اهي كده، شويه بصل مش كتير، شويه توابل، فصين ثوم، شويه تحبيش شربنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ادي شويه التحبيش، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى نحمر ونقلب براحتنا. هنيجي يا ست يارا. يارا صباح الفل عليك يا يارا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا جميل؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اموري. عاوز اعرف لو سمحت طريقه مكرونه بالبشاميل. حاضر على عيني، حاضر على عيني، على عيني، على عيني. هات لي يا ست المكرونه بالبشاميل الاول لو سمحتي. يا نديم، يا استاذ نبيل. يا ابو علاء صباح الخير يا عم نبيل. صباح الخير يا حباشا. ازيك يا عم الحاج؟ اهل المنيا وصحابي. فراش ابن فراش. صباح الفل عليك وعلى شباب المنيا. من منبع الطبيخ. المنيا طبعا طبعا. طبعا انا صاحب محل فراشة. ما شفتش بوستر عندك كده كبير متعلق كده بالكنافة اللي باظت عندكم في المنيا؟ انا دي حاجة فضيحة. في كنافة بيقول عليها بالكلام دوت. كنافة بالمانجا. معلش بالفراولة. ابن فراش. شفتوا كنافة بالفراولة؟ صباح الفل على عيونك يا عمي، منيا واهل منيا وحبايبي. تلم الليله انت، قول اه. حبيبي يا سيدنا محمد. حبة ملح وفلفل اهو، حبة فلفل كده زي الفل. اقلب طيب. الاخ تعب معايا شويه، عايزين نريحه. هناخد فاصل نرجع تاني. اقعد ورا المحطه ولا تروح في اي حته. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل. ادي الصلصه بتاعتي كده، ادي الشعريه بتتحمر اهي. خلي بالكم شوف بعمل ايه، خلي بالكم شوف بعمل ايه. الشعريه بتاعتي اتحمرت اهي، ادي بطفي نص شويه، نص تطفيه عليها اهي.
كده عشان ما تحصلش معايا بديها شويه ميه او ما هي كده كده واخده مكعب مرق اهي كده اقلي نجيب دي هنا كده اهو واقلي الكفته بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم اهي يلا يبقى عندي هنا دي بديها شوية كده فلفلة بفلفلها كده ودي بتغلي اشوف بقى الطاجن بتاعي صلي على النبي لا انا بقول طاجن احسن كده دي الكفته خدت صدمه انزل كده عليها بالصلصه يا قمر ست قمر الو ازيك يا قمر الحمد لله وامور يا قمر عايزه اسال عن الكيك بالشوكولاته ليه يا فندم؟ الكيك بالشوكولاتة شوكولاتة كيك حاضر على عيني على عيني على عيني كده هنا نية دي كده خلي بالكوا دي نية لا ما تتاكلش كده عايز الصلصة بتاعتها بقى يا ست سحر الو ازيك يا ست سحر الله يسلمك وأمريني يا قمر عاوزة كيك بالشوكولاتة هات لها الشوكولات كيك والنبي هات كل الشوكولاتة الكيكات اللي عندكم كلها يا سلام على عيني شكرا لاتصال حضرتك كده هنا لازم دي تغلي شويه ما انا عارف ما انا عارف اه ما انا عارف مش كده برضو يلا كده هنا المخرج عايز يلبسنا في حيطه على الصبح يا سلام بقى شوية كزبرة خضرة أو شوية زعتر تحبيشة حلوة تحبيشة حلوة كده شوية زعتر كمان أهو ونصلي على النبي أهو الشوكليت كيك على الشاشه لو سمحتي عشان دي تاني مره تطلب النهارده اهو كده دي واخده شوربه قليله واخده شوربه قليله قوم بقى ايه يا عمي اهو صلاتك يا سيدنا محمد اعمل ايه بقى كده وادي الفوطه السلام عليكم النبي ما احرمك من حاجه ابدا انت تنفع بعد كده بتاع جرنش ادي لك كمان قرنين فلفل ايه مالهمش حن صلاه النبي احسن اهو نخش الفرن الفخ ده صلاة النبي صلاة النبي ندورها بس عشان عندنا مهلبية النهاردة يا مهلبية يا
يا نور عينيا يا. وطبعا المكرونة البشاميل على الشاشة، الكيكة جاية لكم على الشاشة طبعا، كل حاجة كله جاية لحضراتكم دلوقتي كده اهو. ادي الفخدة بتاعتي. طيب هنشوف بقى نعمل النهاردة المهلبية. بقول له يا مهلبية يا، يا نور عينيا يا. طيب هنشوف ورقنا. يا ست نادية سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ست نادية؟ وانت طيب كل سنة وانت طيب يا سيدي. بعود الايام يا ست نادية. يا رب علينا وعلى حضرتك يا رب. اه اموريني سعادتك. ربنا يخليك الامر لله. كنت عايزة اسأل بس الفخدة دي تقريبا تاخد وقت قد ايه؟ ولو البط اتعمل زيها برضه تتحط فرن يستوي؟ كل حاجة بوزنها حضرتك. كل حاجة بوزنها. تمام تمام. يعني دي تاخد لها من ساعة لساعة وربع. لو النار عندك حامية. اديها ساعة ونص زي ما انا بديها ساعة ونص كده. لكن في الاول والاخر ليكي مقاس تعملي تشيك بيه. ازاي؟ هنجيب خلة خشب زي دي ونغزها في الفخدة. جابت دم يبقى لسه نية، جابت مية بيضة يبقى خلاص زي الفل. ما تقلقيش خالص، في ايديكي كل حاجة تقدر تعمليها. نعمل تشيك عليها يا جماعة، نحط شوكة او خلة نعرف ان هي استوت ما استوتش. ناخد فاصل ونرجع بقى نعمل مهلبية بالقمر الدين. فاصل وارجع لكم تاني. اول غير المحطة ولا تروح في حد. رجعنا بعد الفاصل، واجمل حاجة في مخرجنا الجميل بقول لي لو عايز تبوظ حاجة قول لو عايز مساعدة في اي حاجة تقول لي. راجل محترم جدا وراجل ذوق حقيقي فعلا. وهنشوف بقى عندي قمر الدين، بس عايزين نتحركن كده ونعمل حاجات جديده عشان نعجب الريس بتاعنا، نعجب الريس بتاعنا. طيب يبقى انا عندي قمر الدين بيغلي اهو. هعمل ايه بقى؟ اخد شوية عشان اعملهم عصير. انا بليت لفتين قمر الدين من بالليل، بليت لفتين وغليتهم على النار، حطيتهم في مية سخنة. والصبح طبعا اهم بقوا مسايلين كده. اخد دول عشان احط لهم تلج، هم فيهم سكر كده خلاص. في ناس بحب يشربوا القمر الدين على الفطار اهو. هات لي كاسات القمر الدين وتلج يا استاذ. يلا يبقى عندي هنا ادي دولت كفايه هم. وهنشوف بقى هنعمل ايه كده، نعمل حاجات جميله. يبقى عندي هنا مهلبيه بعملها بيضه اهي. نربط بقى الشغل بتاعنا ده كله. يا عم عمر. الو. السلام عليكم يا عموره. وعليكم السلام. وامرني يا عم عمر. يا عم عمر سامعك. انا عايز اسال عن الكفته باللحمه الضاني. حاضر يا فندم، على عيني. اشكرك يا ابني. كده هنا. يا استاذ ادهم. علي اتفضل. السلام عليكم يا عم ادهم. السلام. وامرني يا عم ادهم. عايزين مكرونه بشاميل. على عيني يا عم ادهم يا شيخ العرب. اشكرك يا باشا. شكرا ليك يا عم ادهم. كده اول حاجه نربط القمر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو. بعد كده عايزين نربط المهلبية زي ما اتفقت مع حضراتكم. عايزين نتدلع ونلعب نعمل حاجات حلوة كده ونلعب في المطبخ بدل ما بنلعب في الايه في الموبايلات كده. هنا حطيت ماء الزهر، حطيت شوية سكر اهو، ادي اللبن
كده اهو. كده جميل اهو. اطلع بيه ده بره اهو. لا اطلع بيه بره على طول اغرفه عشان خاطر يبرد عندي اهو. يلا كده. طيب يبقى هنا دول يا فتاح يا عديم اذا كان على الصبح. يا ابن النشا فين يا حبيبي؟ حرام عليك اللي بتعمله فيا ده يا عم محمد. الو حماده. الو حماده. الو انا عايز اسال عن طريقه رز بلبن. من عيني يا حبيب قلبي. حاضر بشكرك يا جميل. كده ادي المهلبيه ها. كده يلا احنا المنيو بتاعنا بيقول ايه؟ مهلبيه رز بلبن. رز بلبن ايه بس؟ امال بيت ايه بس؟ انت عمال تغلطني ليه؟ هصايم وانا زيك؟ صلى على النبي. نعم يا فندم. يا ست دعاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست دعاء. ازيك يا شيخ؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست دعاء. طيب كل سنه وانت طيب يا شيخ. بعقود الايام يا ستي. الله يخليك. كنت عايز اسال على طريقه عمل العرق الفليتو. العرق الفليتو؟ طيب هو العرق الفليتو يا جماعه ما بتعملش في الفرن زي ما انتم متوقعين. لكن عرق الفليتو دوت بيتحشي او بيتعمل منه كذا طريقه. لانه هو غالي جدا. والفعل لو كعرق تربيانكو هقول لك اه ماشي. لكن عرق الفريتو صعب جدا ان انا ابهدله. لكن هو ليه طرق جميله جدا وكتيره جدا هقول لك عليها دلوقتي. كده. يا ست عليا. صباح الخير عليك يا ست عليا. صباح الفل. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست عليا. صباح الهنا. انا اللي عملت معاك الباميه. يا صباح الفل عليك. صباح الفل ان شاء الله. صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك تسلم ايديك يا كيف تربيت. اموريني سعادتك. كل سنه وانت طيب. عايزه بس اعمل عيد ميلادك اقدم لها تهنئه. ايه؟ اقدم تهنئه لبنتي. اتفضلي يا فندم مكانك. كتر خيرك. امل جابر الطيبه الجميله كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت معاها يا ست الكل. أشكرك. خلاص يا عم إبراهيم. لا 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 التلج. صح 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 معلش جيت اغلط نسيت. اذكر الله وصلى على النبي. اذكر الله وصلى على النبي. اشيل بقى دي من هنا عشان ايه هنعمل
العصير بتاعنا. صلى على الحبيب. يبقى كده مين يا ابني خد الفوطه من هنا يا ابني؟ طيب ناخد فاصل ونرجع لكم تاني عشان الفوطه اتسرقت مني، معرفش مين دخل خد الفوطه ورجع، مش هسيبه لا الفوطه هي انا اللي ظلمت الناس. ما علينا، اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو ضرار محطه واضرب اي حد. رجعنا بعد الفاصل، عملنا عصير حاجة تخلي الواحد يفطر، عملنا المهلبية بقمر الدين وعملنا قمر الدين زي ما اتفقنا مع بعض، نشتغل ونبتكر ومحدش ليه حاجة حدانا، يعني نعمل اللي انا عايز اعمله محدش يدعو بيا، يعني مفيش حد يقول لي حاجة. عايزين بقى نطلع الفخدة اللي في الفرن دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. طيب دي يا جماعة أنا ما أقدرش أفتح عنها الرباط بتاعها إلا لما تبرد، إلا لما تبرد أهي. فوطة نظيفة اهي، بس نستخدمها هنا كده اهو اهي كده. الجمال ده كله اللي انتوا شايفينه ده احسن عندي من اي حاجة خلقها ربنا في الدنيا. ولا تقول لي طبيخ، ده البوكيه جرنيه بتاع بطاطس، جزر، بصل، زعتر، ورق لورو، حبهان، كرفس، كرات. ده الجمال ده كله اكل بقى وانا مغمض، اكل وانا مغمض. البطاطسايه انا عاملها كبيره ليه كده؟ عشان خاطر تستحمل وما تتهريش، لان مش معقوله بطاطسايه وهتستوي مع الفخده، فلازم اعمل كده اهو اهو. حاطط توم فصوص صحيح، طعمه هيطلع جميل جدا 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 اهو اهو. يا شهد. الو، ازيك يا شهد؟ الحمد لله. شهد. الو. نعم. هو انت شفت الفخده جرالك حاجه ولا ايه؟ لا. امال ايه، نمتي؟ لا. امال عايزه ايه طيب؟ مفيش حاجه. مش اتصدمت لما شافت الفخده. مش عايزه حاجه، خافت يا عيني من الفخده. ليك ايه؟ اموريني يا شهد. طيب شكرا يا ست العرايس، ميرسي لك يا حبيبتي. كده اللهم صل على النبي، اذكر الله يا عم محمد. اوعى العسل النحل. النبي انا سايبك اللي في بالي. سلام يا سلام. شم الريحه. صلاتك يا سيدنا محمد. احسن الواحد مسكه كده ورطاب كده واقول لك وما ملكت ايمانك خد بقى كل. الاستاذ محمد حلواني بيهدوكوا
بيهديكوا بوكي ورد من نعناع كده اهو عشان ينعنع الدنيا عندي. دي فخده بتاعت خروف ظالم لا يعرف رحمه ولا نور، بس جه تحت ايديا هيروح مني فين. نجيب دي كده اهو، نحط دي كده اهو، ونجيب دي كده. واللي يحب النبي صلى عليه يا خير الله يا خير الله يا عم خير خير الله. وحياة النبي ما سامع منك حاجة. أنا بحبك وأنا بموت فيك يا حبيبتي. عايز أيه يا روحي؟ ألو ألو. طيب النهاردة حلقة جميلة وهادية، وبرحب بمخرجنا الجميل حبيبي وأخويا وابني محمد الحلواني، كان مشرفنا النهارده، خلانا اشتغلنا اسرع من الصوت لان انا بخاف منه، مش ناقص وجع قلب على رمضان في الايام المفترجه دي. برحب بيه، بقوله متشكرين يا عم، اليوم اول دور. وطبعا بشكر زمايلي اللي في الاستوديو اللي ساعدوني النهارده، حلقه جميله. اقول لك عملت ايه؟ انا عملت حته فخده صغيره كده على موسم، يعني مش وليمه ولا حاجه، وعملت حبه كفته بالشعريه برضه زي ما انت شايفه كده، يعني مش نص نص يعني، ايوه كده. وعملنا حبه مهلبيه بالقمر الدين، وعملنا قمر الدين، وعملنا عصير قمر الدين. النهارده اكلنا جميل وحلو، يا رب يعجب حضراتكم. وزي ما بقول لكم دايما كده واحنا في البيت بنحاول نعمل اي حاجه جميله، نبتكر نشوف حاجه. يعني انا عندي النهارده القمر الدين كان لوحده، فانا ابتكرت كده وقلت يلا نعمل اي حاجه، نطلع منه اي حاجه، فطلع معانا ايه زي ما بيقولوا كده، جت مع الهبل دبل وطلعت ايه زي الفل. طيب انت عايز حاجه مني بقى ولا روح؟ بيقول لي انت بتلعب في ايه. طيب عارف الجعان انت عملت ايه يا ست فاطمه؟ ست فاطمه سلام عليكم. فاطمه عليكم السلام. سلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا ست فاطمه؟ الله يسلمك، منور والله. انت اللي منورانا يا ست الكل. احنا من ليبيا بس عاوزين نمسي عليكم، بس انا موجوده دلوقتي في القاهره. يا اهلا بيك يا اهلا بيك اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، اتفضلي. تسلم تسلم. ايش انا عاوزاك تعمل لنا رز بلبن. على عيني يا هدى، بكره الرز بلبن نعمله نوعين برضو، نوع بالكراميل ونوع رز بلبن. على عيني على عيني على عيني. مازن. الو. مساء الخير يا مازن. النور. امرني يا مازن. عايزين نشوفوا الرز بلبن بعد ساعه. بكره اعمل لكم رز بلبن على عيني. حاضر. بكره يا هدى رز بلبن لو سمحتي. عادي، ما هي تورته شوكولاته يا رز بلبن يا بيتزا. بس البيتزا في رمضان ما ايه ما تكتفها مع الشياطين. طيب كده كده ان شاء الله بكره في رز بلبن، طلبتوها ونلتوها، يبقى احنا تحت امركم. كل اللي نفسه في حاجه احنا خدامينكم. امال احنا جايين ليه؟ جايين نلبي لكم رغباتكم واللي انتم عايزينه، احنا تحت امركم. وعايز اشكركم على حسن متابعتكم، وبشكر زمايلي كلها اللي في الاستوديو، واقول لكم نشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.